الرحمن الرحيم. بمنة الله وكرمه وفضله تشرف رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم حضرة السيد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني قدس سره بإهداء جده العارف بالله التقي النقي حضرة السيد الشيخ الغوث إسماعيل الولياني قدس سره حلية مرقده الشريف. وقد أشرف بنفسه قدس سره على كل تفاصيل إنجاز هذا المشروع، ابتداء من مراحل التصاميم الأساسية الأولية وصولا إلى مرحلة الإنجاز ونصب المرقد الشريف. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن مدة إنجاز هذا المرقد بحليته الذهبية قد استغرقت أكثر من 5 أشهر، وقد عمل في هذا المشروع خيرة أهل الصنعة، فخط الآيات والصلوات والأوراد والأشعار أوكل لأمهر وأبدع خطاطي بغداد، وفن صياغة المرقد أوكل لأمهر العاملين في فن الصياغة في أصفهان الذين استقدمهم حضرة السيد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني قدس سره فيما بعد إلى العراق لنصب المرقد الشريف بحليته الذهبية بعد صياغته في أصفهان. وقد تم بعون الله وفضله نصب هذا المرقد الشريف بوقت قياسي، وقد انتهى العمل في يوم ذكرى ولادة سيدنا الغوث الأعظم حضرة السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره للعام 1481 ميلاد محمدي الموافق للعام 1427 هجري.
وقد نقشت على المرقد الولياني من جهة الرأس الشريف أبيات تبين تأريخ انتقاله جوار ربه سنة 1158 هجرية. وهذه الأبيات هي: إمام بأنوار الطريقة قد سما، وبحر بأنوار الحقيقة قد طما، سمي ذبيح الله أرخت مادحا، لفقدك إسماعيل قد بكت السما. وقد نقشت من الجهة الأخرى أبيات إهداء شعرية بلسان حال حضرة الشيخ محمد الكسنزان الحسيني قدس سره، جاء فيها: أهديك يا جداه حلة مرقدي، هي من خويدمك الفقير محمد الكسنزاني الذي من بحركم شرب الغرام، ويا له من موردي، فاقبل هديته وكن متفضلا، وأفض عليه من فيوضك سيدي.
ولد السيد الشيخ إسماعيل الولياني قدس سره في قرية نودية التابعة لناحية برزنجة في محافظة السليمانية عام 1135 ميلادي محمدي الموافق للعام 1081 هجري، ويرتفع نسبه الشريف إلى الشجرة المصطفوية المحمدية، فهو السيد الشيخ إسماعيل الولياني ابن السيد محمد النودهي الشهير بالكبريت الأحمر ابن السيد بابا علي الوندرينة ابن العالم الفهامة السيد الشيخ بابا رسول الكبير ابن السيد عبد السيد الثاني ابن السيد عبد الرسول ابن السيد قلندر ابن السيد عبد السيد ابن السيد عيسى الأحدب ابن السيد حسين ابن السيد بايزيد ابن السيد عبد الكريم الأول ابن السيد عيسى البرزنجي ابن السيد بابا علي الهمداني ابن السيد يوسف الهمداني ابن السيد محمد المنصور ابن السيد عبد العزيز ابن السيد عبد الله ابن السيد إسماعيل المحدث ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام ابن الإمام علي زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين عليه السلام ابن فارس المشارق والمغارب أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بضعة المختار وسيدة نساء العالمين بنت خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأطمع بالشفاعة يا رسول بأهل البيت بأهل البيت مفتخرا أقول وأطمع بالشفاعة يا رسول لهم في كل مكرمة يمين لهم في كل مكرمة يمين يمين وهم في كل محكمة عدول وهم في كل مظلمة ضياء وهم في كل مظلمة ضياء ضياء وهم في كل موحشة خليل فهذا الطاهر الأتقى علي فهذا الطاهر الأتقى علي ولي الله والبطل المهول والبطل المهول أمير المؤمنين بكل أمر أمير المؤمنين بكل أمر وسيف الحق مقتدرا يصول فهذا الطاهر الأتقى علي ولي الله والبطل المهول أمير المؤمنين بكل أمر وسيف الحق مقتدرين يصور
وفاطمة مطهرة بنوها وفاطمة مطهرة بنوها بنو طهر وليس لهم مثيل. ولقب بالوليان نسبة إلى خلوة أقامها في وليان التابعة لناحية قرداغ في محافظة السليمانية، ولقب أيضا بالغوث الثاني. وقد سافر السيد الشيخ إسماعيل الولياني قدس سره إلى بغداد، فزار الشيخ أحمد الإحسائي مرشد العصر آنذاك، والذي كان يتخذ من الحضرة الجيلانية المطهرة مكانا لعبادته. وقد بايع الشيخ الولياني قدس الله سره العزيز الشيخ أحمد الإحسائي وسلك على يده الطريقة القادرية، وبعد أن قضى عدة أربعينيات في الخلوة والعبادة وأكمل الرياضات الروحية عاد إلى كردستان وجاء بالطريقة القادرية التي لم تكن معروفة آنذاك في كردستان. وأصبح السيد الشيخ إسماعيل الولياني بحر الطريقة وإمام المشايخ في وقته، وصاحب الكرامات الباهرة والكشوفات الزاهرة، وهو أول من ثبت أركان الطريقة القادرية ونشرها في كردستان العراق وكردستان إيران. وكان للشيخ أقوال عرفانية سامية كثيرة نقتطف منها: مخالفة النفس رأس كل مجاهدة، الذكر جلاء القلوب، وترك الشهوات رضا المحبوب. ومن وصاياه: إياكم ومصاحبة ثلاثة، العالم الغافل، والمتعلم المجادل، والصوفي الجاهل. يقول الشيخ حسن الجلزردي: حدثني أخي الشيخ إسماعيل الولياني قبل وفاته فقال: تشرفت برؤية جدنا فخر الكائنات حضرة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لي: قرب مجيئك إلينا، وأوصاني بترك الدعاء الذي علمني إياه سيدنا الخضر عليه السلام، وأبلغني بأن الأجل سيوافيك في الغربة. وسلم روحه الطاهرة في مدينة الموصل من العراق، حيث كان فيها لإرشاد العباد ودعوتهم إلى الله. وقد حصل نزاع عشائري بشأن تحديد مثواه الأخير، وانتهى هذا النزاع بأن ينقل جثمانه الطاهر إلى قرية روفيا القريبة من مدينة عقرة، حيث ووري الثرى فيها عام 1158 هجري. واستخلف الشيخ إسماعيل الولياني قدس سره لمشيخة الطريقة القادرية الشيخ محي الدين كركوك ابن الشيخ حسن الجلزردي، الذي كان يقول:
الذي علمته من معاني القرآن الكريم وخصائصه هو من بركات عمي الغوث إسماعيل الولياني قدس سره، وانتقلت مشيخة الطريقة بعده إلى يد السيد الشيخ حسين قازان قاية، ثم إلى يد السيد الشيخ عبد القادر قازان قاية الذي استخلف لمشيخة الطريقة القادرية حضرة السيد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان قدس سره. ولد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان في عام 1240 هجري في قرية كسنزان التابعة لناحية قرداغ في محافظة السليمانية، واعتزل الناس وانفرد لمناجاة ربه آناء الليل وأطراف النهار لأكثر من 4 سنوات ونصف، مارس خلالها مختلف المجاهدات والرياضات، فوصل إلى أعلى مراتب القرب والحضور مع الله تعالى. استقر السيد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان في قرية كربتشنا في شمال العراق التي أصبحت مركزا لإرشاده الديني، فبنى بها التكايا وأنشأ المدارس الدينية وأصبحت قبلة كل المريدين والأتباع ومنبرا للعلم والنور ومقصدا لطلاب الحق والحقيقة. وانتقل السيد الشيخ الغوث عبد الكريم شاه الكسنزان إلى جوار ربه عام 1320 هجرية، واستخلف بعده ولده السيد الشيخ الغوث عبد القادر الكسنزان قدس سره الذي ولد في عام 1284 هجرية، والذي عرف بكراماته الباهرات ولقب بالمهاجر بسبب هجرته مع أفراد عائلته ومريديه إلى إيران لغرض الدعوة والإرشاد، فكانت هذه الهجرة بحق إلى الله ورسوله. وانتقل إلى جوار ربه وهو بالمهجر، واستخلف بعده لمشيخة الطريقة ولده السيد الشيخ الغوث حسين الكسنزان قدس سره. وكان السيد الشيخ الغوث حسين الكسنزان قدس سره مجاهدا قوي العزم عالي الهمة، اشتهر بنصرته للمظلومين والضعفاء، وكان عابدا تقيا زاهدا نقيا. وأسس السيد الشيخ السلطان حسين قدس سره مدرسة دينية في قرية كربتشنا، واختصت هذه المدرسة الدينية بدراسة علوم القرآن وعلم التصوف والحديث الشريف والفقه والنحو والصرف وسائر العلوم الدينية. واستخلف السيد الشيخ الغوث حسين الكسنزان قدس سره بعده لمشيخة الطريقة أخاه العارف بالله السيد الشيخ الغوث عبد الكريم الكسنزان قدس سره. والسيد الشيخ الغوث عبد الكريم الكسنزان وسع رقعة الإرشاد الكسنزاني، وكان عابدا تقيا لم يفارق ذكر الله لهنيها. وقد انتقل إلى جوار ربه عام 1398 هجري، وقد أرخ لانتقاله الشيخ محمد القرداغي حيث قال: وفاتكم كارثة عبد الكريم، تأريخكم في جنة الخلد مقيم. واستخلف بعده لمشيخة الطريقة ولده العارف بالله التقي النقي حضرة السيد الشيخ الغوث محمد الكسنزان الحسيني قدس سره. ونشر السيد الشيخ محمد الكسنزان قدس سره الطريقة القادرية الكسنزانية في جميع أنحاء العراق،
فلا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وللشيخ محمد الكسنزان قدس سره تكية يقصدها المريدون والأتباع، بل جاوز ذلك البلدان الأخرى كإيران وتركيا والجمهوريات القوقازية والهند والباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وكندا وبعض دول أوروبا، مما يدل على باع الشيخ الطويل في المعرفة والتربية والإرشاد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإحنا لازم نحاول على هالأجر العظيم. إحنا بايعنا وخلينا ايدنا بيد الشيخ وللشيخ وللشيخ الى الرسول، وانتم بايعتوا الشيخ خليتوا ايدكم بيد الخليفه والخليفه خليفه الشيخ وخليتوا بيد الشيخ الى الرسول. هايتك يا ابن وطريق الكزمزان، هايتك يا ابن وطريق الكزمزان، فيه سيدنا الحسين بكل زمان. العبادة والذكر الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى الله، إلى أرقى مكان في عالم الأرواح سمى الله سبحانه وتعالى بالجنة. وقد أنشأ السيد الشيخ محمد الكسنزان مركزا للطريقة في بغداد، والذي يعتبر أكبر مركز صوفي في بغداد. وكذلك قام السيد الشيخ محمد الكسنزان بتجديد وتوسيع المسجد الكبير في كربتشنا المقدسة الذي كان قد بناه السيد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان. كما جدد السيد الشيخ محمد الكسنزان مرقد السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. أما في مجال البحث والتأليف، السيد الشيخ محمد الكسنزان فله مؤلفات كثيرة وعديدة، نذكر منها الأنوار الرحمانية في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، وكتاب جلاء الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر، وكذلك كتاب الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. يضاف إلى ذلك موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، وتعتبر هذه الموسوعة من الأعمال الصوفية الضخمة في مجال التأليف، حيث جمعت التراث الصوفي منذ نشأته الأولى حتى وقتنا الحاضر، وهي مكونة من 24 مجلداً، وقد اعتمد فيها على أكثر من 530 مصدرا من المصادر الأصلية وأمهات الكتب الصوفية والمخطوطات النادرة. وقد خصص مجلدا منها لتراجم الأعلام، وقد استغرق تأليف هذه الموسوعة أكثر من 7 سنين. وقد أسس السيد الشيخ محمد الكسنزان قدس سره كلية تسمى كلية الشيخ محمد الكسنزان الجامعة، التي تضم إلى جانب قسم علوم الشريعة والتصوف وحوار الأديان أقسام أخرى في علوم الاقتصاد والسياسة والقانون واللغة وعلوم الحاسبات والرياضيات التطبيقية.